الحمد لله، الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا دائمًا بدوام عزَّته وجلال وجهه وعظيم سلطانه ومجده. نحمده تعالى وهو أهل الثناء والحمد، لا نستقصي نعمه ولا نحصي ثناءً عليه، هو سبحانه كما أثنى على نفسه. والصلاة والسلام على عبده وخير خلقه صلاةً لا ينقضي مددها ولا ينتهي عددها ولا يشبع منها مرددها. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لله سبحانه وتعالى خزائن السماوات والأرض وكل ما سواه، إليه يفتقر وإلى فضله وعطائه محتاج. قال تعالى: ولله خزائن السماوات والأرض، خزائنه الملأى تفيض بواسع إنعامه على الكون، فتدور الحياة طوعًا لأمره وقدرته. تجلَّت ربوبيته وألوهيته في بسط الرزق وقبضه، فعطاؤه خير ومنعه حكمة، يهب ما يشاء لمن يشاء كيف يشاء ومتى شاء. هو الذي يبسط الرزق لعباده بجوده ورحمته وكرمه. قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وهل يملك الإنسان حيلة إذا انقطع الماء وتوقف الحرث سوى اللجوء إلى خالقه والافتقار إليه؟ يبدو الإنسان قويا مع أنه ضعيف في كل شؤون حياته. قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، بل إنه كله لله، نفسه وأهله وماله وعلمه. وكلما كان العبد أعرف بالله كان أكثر افتقارا إليه وقربا منه سبحانه وتعالى. وبذلك يتحقق الخضوع والاعتراف والتصديق بأن كل فضل لله وأن كل منة مردها إليه. قال الله تعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها رواسياً وجعل بين البحرين حاجزاً، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلًا ما تذكَّرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرًا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وإذا افتقر المسلم إلى مولاه باشر افتقاره بلزوم الدعاء، وأنه سبحانه تعهد بالاستجابة لمن دعاه. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومن الأدب ملازمة الدعاء في كل الأحوال، في الرخاء قبل الشدة وفي النعماء قبل الضراء، وعدم الاستعجال الإجابة، لأن ذلك علامة ضعف اليقين والتصديق بوعد الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي.
والمبادرة إلى التوبة من كل ذنب، وسرعة الأوبة إليه أساس قبول الدعاء. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم إنا نسألك يا الله بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. اللهم إنا نسألك يا الله، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثًا مغيثًا صحًّا مجللًا عامًّا نافعًا غير ضار، عاجلًا غير آجل. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمةٍ لا سقيا عذابٍ ولا بلاءٍ ولا هدمٍ ولا غرق. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثًا تُحيي به البلاد وتُغيث به العباد وتجعله بلاغًا للحاضر والباد. اللهم اسقِ عبادك وبلادك وبهائمك وانشُر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، واجعل ما أنزلته علينا قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم ارحم الأطفال الرضع والشيوخ الركع والبهائم الرتع، وارحم الخلائق أجمعين، وارحم الخلائق أجمعين، وارحم الخلائق أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا الله أن ترحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. سبحان الله، على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين.
اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين، ووفق ولي عهده لكل خير يا أرحم الراحمين، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اقلبوا أرديتكم تأسيا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أدوا الصلاة وأدوا زكاة أموالكم واصلوا الأرحام، وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.